شهدت وزيرتا التجارة والبيئة توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة لتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية. أكدت وزيرة التجارة نيفين جامع أن البروتوكول يستهدف توحيد الجهود والتكامل بين الصناعة والبيئة لتيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية. فيما أشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى أن الوزارة تستهدف متابعة التزام المنشآت الصناعية بتطبيق القواعد والاشتراطات البيئية من دون المساس بخطط التنمية.